مدير النادي، مدير كل واحد ليه صلاحياته، والاخر بتصب فين؟ في مصلحة الكيان، الكيان النادي الاهلي، الكيان. التصور اللي عمله واللي كان بيقول عليه، يعني انا انبهرت النهارده بشكل النادي الاهلي لما يتعمل الكلام ده، تطوير بقى الخدمات والمرافق والصور. الاهم الاهم ان ما وعد بيه بينفذه، هو ده. لان القائد او القيادة وعد فيصدق، لما تصدق تعظيم سلام. زي القائد بتاعنا دلوقتي المشير عبد الفتاح السيسي، او انا دايما بقول المشير عشان احنا في حاله حرب، وعد وصادق عشان كده احنا صدقناه. فلما الخطيب في 3 اشهر، انت عندك 34 مليون جنيه يجيب 6-7 اضعافهم في 3 اشهر، ده ايه الجبروت ده؟ ارقام بقى ما فيهاش اراء وجهات نظر، ارقام تتحدث عن نفسها. بالظبط بالظبط. وبعدين وبعدين زي ما قال برضه هو، انا باخد من كلامه على طول، ان جيل بيسلم جيل، ومجلس اداره بيسلم مجلس اداره، له ما له وعليه ما عليه، ده شيء طبيعي. اشرف خلق الله اللي الدنيا دي كلها اتخلقت عشانه، الناس اختلفت عليه. فلما حد ينتقد الخطيب ده بالعكس. طيب في نقطة تانية كمان عايزين حضرتك ترد عليها لبعض الناس. شافك مبتسم كده. لا، أصل الكلام منطقي، أنا بسمع كلام منطقي وردود منطقية، لأنه الحقيقة يعني كابتن مصطفى أحيانا الواحد بيسمع آراء فيها انتقاد أو توجيه غير موضوعي أو مش في محله. النادي الأهلي ما بنملكش إلا إننا نتحدث. طب أنت ما تخيل نناقش موضوع مش موضوعي اللي هم بيتكلموا، إيه اللي هو هو الترك قال شيخ مش كده؟ لا لا، في حاجة تانية، إن الناس تفتكر إيه؟ إن مجالس الإدارة في كيان زي النادي الأهلي، عفوا بقى في المصطلح، تقدر تألف زي ما هي عايزه، كأن مفيش لوائح وضوابط وجمعيه عموميه اعطت صلاحيات وتنسيق مع جهات، منها اللي حضرتك ذكرته، منها جهات تابعه للقوات المسلحه، المحافظ، الوزير، المسؤولين في جهات رسميه في الدوله، كل ده مع الاطر الحاكمه لنشاط الانديه الاستثماري والاقتصادي. هل في مجلس اداره يقدر يتجاوز كل ده؟ هي دي قيمه النادي الاهلي. قيمه الاهلي مش بتاع الاهلي بتاع البلد. الاهلي قيمته في انه ده النادي بتاع البلد، النادي الملكي بتاع البلد، صحيح. النادي الرسمي بتاع البلد، النادي اللي بيشرف البلد، خد بالك. فلما يبقى انت تبع محافظة القاهرة ومفيش كونتاكت مع المحافظ، وعايز اقول لك حاجة، 99.9% من الناس دي كلها اهلاوية، فيتمنوا يخدموا النادي الاهلي في اطار القانون زي ما هو قال النهاردة. يعني مش هناخد حتة عشان احنا النادي الاهلي، لا. وزي ما قال، في قضية احنا دفعنا جزء، وفي قضيه تشتغل انا خدت حقي اخده، المحافظه كسبت القضيه، هنفذ حق المحافظه. هو ده الاحترام الذات، قبل ما تحترم اللي قصادك او تحترم خصمك، احترام الذات، انك تقبل بالقانون او تقبل بحق الله زي ما احنا ما بنقول. يعني الوشوش اللي قدامنا دي كانت بالنسبه لنا امله، بالنسبه لنا النهارده الخطيب بيكرمهم. يعني كابتن طه ده، لما كان كابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه، لما كان يجي يتمرن، كنت والله العظيم يا محمد، كنت صغير بقى لسه، امسك الحديد كده بتاع، افضل اعمل عليه كده، انا واقف بتفرج على طه اسماعيل ورفعت الفناجيلي وصالح سليم. وكنت انا بحب مين قوي بقى؟ فؤاد ابو غيده. كان ايام بقى، ايام الشباب بقى، الشعر النايح والسايح ده، كان كابتن فؤاد ابو غيده كان كده، ربنا يديله الصحه يا رب. طيب احنا هنختتم الحديث عن الجزء الخاص بالمؤتمر بكلمه اخيره من حضرتك، عشان نروح للذكريات اللي هتبدا من الرغبات اللي كانت مكتوبه في اولى رابع. قبل ما نختم، ايه اللي عايز تقوله بكلمه اخيره عن المؤتمر؟ قبل ما اختم الحته دي بتاعت مجلس الاداره، انا بقول لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وبقول لجماهير النادي الاهلي والجمعيه العموميه بالنادي الاهلي، علينا أن نسعد بمجلس إدارتنا. هذا المجلس اللي أنا قلته وكتبته إن شاء الله بإذن الله هيبقى الرئيس الأسطوري في تاريخ النادي الأهلي، اللي يعمل الاستاد ويسعى ويروح ويجي وهو في الحالة دي، ويسافر ويقابل. توقعوا منه الكثير، توقعوا منه الكثير إن شاء الله، ونجحات وراضي عن مجمل ما عرض اليوم. مبهور، حضرتك قلت استخدمت مصطلح أنا مبهور باللي اتعرض النهارده في المؤتمر وبهذه الرؤية. لا، وبيتكلم أنا قلت كذا وعملنا كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، مش مجرد ضحك على الدقون ومشي حالك وتقعد على الكرسي وباي باي كمبوره، يعني لا. طيب نتكلم شويه عن الرغبات اللي اتكتبت في اولى رابع. دي كانت اولى ايه؟ اولى ابتدائي ولا اعدادي؟ اعدادي. طيب قول لنا بقى، ايه الرغبات؟ كان ايه وايه؟ الالتحاق بالنادي الاهلي، او النادي الاهلي الاول، منتخب مصر، يبقى لي اوضه لوحدي، ان احنا 10 اخوات، خمسة بنات وخمسة صبيان، وأنا الخامس، وخد بالك عشان كده رقم 5،
وانا الخامس وتاريخ ميلادي 25. اتحققت ازاي رغبه الانضمام للنادي الاهلي؟ قول لنا اول يوم، اول مره سمعت فيها كلام عن انك هتدخل النادي الاهلي. لا انا كنت رحت البلاستيك خلاص. لا قصدي اتحققت ازاي رغبه الانتقال للنادي الاهلي؟ الله يرحمه الحاج احمد السنه، الله يرحمه هذا الرجل اللي فضل كبير جدا عليا. كنت انا رحت البلاستيك واتقابلت، وبعدين